الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يخلف عنا مكروه وسواه. وبعد، أيها الحضور الكرام، إنكم تجتمعون اليوم لتقدروا وتكرموا راحلا عزيزا فقدناه وعزاؤنا أنه ذهب شهيدا وأنه حصل على ما تمناه من لقاء الله تعالى له قبل أيام، ألا وهو الشهيد الشيخ المجاهد خالد حمود الجميلي، هذا الذي كان من أوائل من قارعوا الاحتلال الأمريكي في الفلوجة، هذا الذي وقف دائما ضد الظلم والظالمين، ويوم أن تحرك المظلومون في كثير من محافظات العراق كان من أوائل المنتفضين، من أوائل المتحركين، ومضى عليه في ساحة العز والشرف نحو 11 شهرا، أي ما يقرب من عام، لم يتخلف إلا لضرورة، وكان يبات الليل ويصبح في النهار في الساحة، وكان يواجه الإغراءات والضغوط والاتهامات، وصبر وصابر إلى أن لقي الله شهيدا، وباستشهاده تسجل الفلوجة اليوم رحيل أحد فرسانها، أحد أبطالها، أحد رجالها الناطقين بالحق، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، المقاومين لطغيان الطغاة، وجبروت الجبابرة وظلم الأكاسرة. ذهب خالد وذهب قبله العشرات بل المئات قبله بأيام، الشيخ البطل قاسم المشهداني، وقبله الشيخ عبد الرحمن البدري، والدكتور الشيخ ثابت الخزرجي، ومن أوائلهم الشيخ ثروي جورز الشمري الذي كان من أوائل الثائرين في الموصل، ثم غيرهم وغيرهم العشرات. وسيلحق بالشيخ خالد العشرات بل المئات من أجل العراق، من أجل أبناء العراق، من أجل حرائر العراق، من أجل مستقبل أبناء العراق، من أجل عودة العراق إلى أبنائه حراً سيداً خالياً من كل الهيمنات والتدخلات الخارجية من أي جهة كانت بعون الله. لقد ربح خالد، ولقد فاز خالد بالشهادة وبرحمة الله تعالى، وخسر الذين قتلوه، خسر الذين أمروا بقتله، خسروا الذين وقفوا ضده، خسروا وباءوا
بالخيبة والخسران. وأقول لأهل الفلوجة ولكل العراقيين الوطنيين الذين يحبون العراق ويحبون الشرف والكرامة ويحرصون على وحدة العراق من كل أبناء العراق، من البصرة إلى دهوك، من جنوب العراق إلى شماله، ومن شرقه إلى غربه، أقول لهم اصبروا وصابروا، نعم ستفلحون وستكون الغلبة لكم في النهاية. سينتصر العراق وينتصر الأشراف، ولكن بشرط الصبر، بشرط الصبر والاحتساب إلى الله. ولا تملوا من الأحداث، لا تملوا من طول السنين. إذا كانت قد مرت علينا 10 سنين، فإن إخواننا في فلسطين مرت عليهم 65 عاما أو يزيد، ولا زالت قضيتهم ساخنة. وإخواننا في الأحواز مر عليهم ما يقرب من 100 عام وتتجدد قضيتهم، ويطالبون بالحرية والاستقلال من الاحتلال الإيراني. وكذلك الجزائريون احتلوا 132 عاما وبعد ذلك تحرروا. 10 سنين ليست طويلة في عمر الشعوب، وليست طويلة في عمر العراق نفسه. فالعراق يستحق، العراق قلب الأمة، العراق هو صاحب التاريخ، العراق هو صاحب المكرمات، العراق هو الذي أسعف الإنسانية بنوره، بنور العلم والثقافة. أيها الأحباب، يا أبناء العراق الأحرار، اصبروا وصابروا، اثبتوا أمام هذا العدوان. سابقاً التتري، وقبل حوالي 10 سنين العدوان الصليبي، واليوم أقولها وبكل صراحة، العدوان الإيراني، العدوان الصفوي. إيران تريد أن تضم العراق إلى فارس، إلى إيران، من خلال عملائها وأحلافها. فالمشروع اليوم الذي يفعله حلفاء إيران وعملاؤها في العراق ومن كل المكونات، من سنة وشيعة وكرد وغيرهم، هؤلاء كلهم يريدون إنهاء العراق، إنهاء هوية العراق. ولذلك أقول لكم وعلى مسؤولية الخاصة، وفسروها كما شئتم، إن العملية السياسية في العراق منذ 10 سنوات هي مشروع إيران، هي مشروع أمريكا، ثم هي مشروع إيران، لأنها هي المستفيدة من هذه العملية السياسية. ولقد جربت العملية السياسية في المرات 3 أو 4 السابقة. ولذا أقول لكل عراقي مخلص، إن المشاركة في العملية السياسية من خلال الانتخابات القادمة ما هي إلا إطالة لعمر العملية السياسية. وكلما طال عمر العملية السياسية طال ليل قهرنا، وطال ليل استعبادنا، وطال ليل أذانا وتدميرنا وضياع هويتنا. ولذلك أقولها وأبرئ نفسي
إلى الله. العملية السياسية هي مساهمة في مشروع إيران لتوسيع نفوذها، بل لتقوية قبضتها على العراق، لأن العملية السياسية لا تخرج إلا سياسيين مؤيدين للعملية السياسية، للمالكي أو لأحمد شلبي أو لسولاغ أو لغيرهم، ولا تخرج عنهم. وأن من يتأمل بحسن نية أو برغبة الدخول يتحجج أو يتعذر بأن العملية السياسية هذه المرة ربما تغير الأحوال، فأقول وبكل تأكيد وسنتواجه بعد الانتخابات وسترون ما ترون. فإذا بقيت العملية السياسية سنشيع شهداء إلى ما لا نهاية، وسنفقد الكثير من أبنائنا، وفي النهاية سنفقد وطننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأدعوه تعالى أن يتغمد شهيدنا برحمته، وكل شهداء العراق أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه وأحبابه الصبر والسلوان، وأن يلحقه بالشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.